هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ استكمالا لسلسلة فيديوهات بتاعة المربعات الجراني والمشروعات اللي من المربعات الجراني، انا عاملة لكم مربع جراني بسيط وعاملة عليه كذا تطبيق وكذا فكرة. فعملت بولي رو، هحط لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس او في الاي فوق، وهتلاقوا فيه قائمة تشغيل كل الشغل المعمول بالمربعات الجراني. المرة دي انا بعمل دريس، ممكن تتعمل كفيست، ممكن تتعمل كبلوزة. الجراني سكوير او المربعات الجراني من الحاجات الترند قوي والشيك قوي، ما بتبطلش يعني. ففكرته سهلة جدا، وانا وريتكم اوريدي طريقة التشبيك، عملت لها فيديو صغير جدا. فهشتغل بنفس طريقة التشبيك دي علشان اللي عايز يعني يكمل في نفس الفكرة. هنكمل كل السلسلة دي مع بعضها ان شاء الله. انا عامله نفس المربع، فعامله بيه نفس يعني بكذا مقاس، فهو ده المقاس اللي انا هشتغل بيه الدريس بتاعي. كله زي بعضه اهو، ما عدا ان في بعض الاطارات الاطار بتاعها مختلف، يعني هنا مثلا بره احمر، هنا المهم ان كله من بره بلون ثابت، بلون واحد، علشان لما اجي اشبك ما يبقاش الموضوع يعني فيه ترقيع. يعني اهم حاجه تناسق الالوان، ودي حاجه في ايديكم. يعني طريقة الفيست ده او الدريس او البلوزة ايا كان، واتيفر. انا باخد المقاسات ازاي؟ انا باخد محيط الدوران بتاع الجسم، دوران اعلى منطقة في الجسم، اذا كانت بقى البطن او الصدر او كده، اعلى منطقة موجودة في جسمك خدي مقاس دورانها بالمزورة. هتطلع سي مثلا انها هتطلع 100 سنتي مثلا، الدوران 100 سنتي، يبقى انا محتاجة قدام 50 سنتي وورا 50 سنتي، تمام كده؟ هعملها ازاي؟ انا بعمل المربع وباخد مقاس المربع بالمزورة. انا بعمل مربع واحد عينة وباخد مقاسه. لو فاكرين احنا كنا في التشبيك بالزاوية قسنا كده، لا، انا في المربع ده انا هشبكه دغري، فانا هشبكه كده. فالمربع طالع هنا معايا حوالي 14 سنتي، وده بالنسبة لي هيبقى مناسب جدا. 14، لو انا عملت اربع مربعات هنقول مثلا مع التشبيك هيبقى 15 سنتي، فاقول مع الاربع مربعات هيبقى 60، والناحية اللي ورا 60، ده الصدر بس، والناحية اللي ورا 60 هيبقى 120 سنتي او 110 تقريبا، هيبقى مظبوط. يعني اهم حاجة ان انا اعمل المربع بالمقاس اللي انا عايزاه. انا وريتكم احنا ازاي بنكبر المربع، محتاجه اكبر عن كده هزود، محتاجه اقلل عن كده هقلل في السطور بتاعه المربع. يعني انا عندي بادئه من اول هنا الزاويه بتاعه المربع، ممكن اكتفي بالحد هنا، مش لازم اكمل بقيه الزاويه، يعني اكبر عن كده. انا كبرت عشان انا محتاجه ان انا اكبر عن كده المقاس. انا بشبكه ازاي؟ انا هشبكه المره دي بشكل سهل شويه علشان ما يبقاش الموضوع انا هشتغل مثلا اربع مربعات من قدام، هعمل لكم هنا الامام وهنا من الظهر، الاثنين زي بعضه بالظبط، وهو كله تشبيك حته واحده زي ما انتم شايفين، كاني بشبك مفرش او بطانيه. وبعد كده هرجع اشبك الجنبين دول في بعض كده، من هنا ومن هنا في بعض، واسيب بس مكان الابط. ممكن اسيب مربعين، اقل من مربعين، اسيب مثلا مربع ونص ومربع ونص من هنا، فلما احطهم الاثنين على بعض هشبكهم. انا ليه هنا عامله كاني في؟ لا، هي مش في، انا هشبك المربعات عادي فوق بعضها، هنا اربع مربعات وهنا اربع مربعات وهكذا لحد تحت. هاجي بس من عند منطقه الصدر فوق هشبك قسمت بقى الاربع مربعات دي. اهم حاجه ان عدد المربعات يبقى زوجي، انا نسيت اقول لكم النقطه دي، يبقى هنا زوجي وهنا زوجي، يعني في الامام زوجي وفي الخلف زوجي. هنا الزوجي بتاعي هنا عشان أربعة خليتهم اتنين، هشبك الاتنين دول في بعض والاتنين دول في بعض مع دول، بس مش هشبكهم من النص. دول خلي بالكوا في اللبس الجزء ده هيرمي على الكتف، يعني أنا هحاول أرسم لكم دراع كروكي كده، فالجزء ده هينزل رامي على الكتف كده، فهيفتح معايا السبعة دي شوية، تمام؟ لو أنا عايزة أقفل الجزء ده وأنا بشبك هأشبكه من جوه، ولو انا عايزه اقفل الظهر شويه وانا بشبك هشبكه في الظهر من جوه. فدي اسهل طريقه للتشبيك. انا هبتدي معاكم هشبك اول اربع مربعات في الصدر واوريكم تشبيك فوق عامل ازاي، وبعد كده انا هشبك انا بقى الجزء اللي تحت ده. الجزء اللي هعمله هنا ده هو اللي هعمله هنا ده، يعني
الشرح يعني على ده هو ده. واحنا في الاخر بقى بنشوف ايه اللي محتاج يتقفل سنة، محتاجة البط قد ايه. انا باخد البط تقريبا بيبقى 20 22 سنتي، فانا عندي المربع 15 سنتي، فانا هاخد مربع ونص. ما باجي اقفل القطعتين على بعض هاخد مربع ونص، عشان كده انا هعمل الصدر على بعضه، المربعات كلها على بعضها، والظهر كله على بعضه، وبعدين اشبك القطعتين في بعض عشان ما اشتغلش 8 مربعات داير ما يدور، فيبقى الموضوع في ايدي صعب. انا كده بسهله على نفسي وعليكم، تمام؟ فهنبتدي كده مع بعض نشوف هنشتغله ازاي. هي طريقة التشبيك اللي انا وريتها لكم في الفيديو اللي قبل كده طريقة سهلة جدا، اللي انا وريتها لكم ان احنا بنشتغل ادي انا هشبك اول مربعين، ادي وش الشغل، في وش الشغل هقلب الوش على الوش. انا اشتغلتها كذا مرة بقى، المفروض ان انتوا تبقوا حفظتوها، تمام؟ وهمشي من جوه الشغل. انا هسيب لكم برضو الطريقة في الديسكريبشن بوكس بتاعت التشبيك. هو نفس المربع على فكرة، يعني هو نفس المربع، انا ما غيرتش حاجة، هي نفس طريقة التشبيك. انا همسك بس هنا هضغط عليها بايدي علشان ما تجريش اهي، هرجع اخدها تاني عشان تعمل زي عقدة كده من غير ما تبقى عقدة، تمام؟ هرجع اسحب وادخل تاني كمان مرة، وهاجي عند الزاوية دي وعند الزاوية دي اخدهم مع بعض اهو، وبعدين هرجع ادخل في الزاويتين تاني واخدهم مع بعض، وبعدين هبتدي بقى اشبك. انا هشبك ده برضو اوت في كاميرا على فكرة، عشان انا مش شايفة اللون عشان غامق، بس انا وريت لكم الطريقة. انا باخد اللي ناحيتي مع اللي برة من الناحية التانية اهي كده، واشد باخد طرف الغرزة اللي ناحيتي وطرف الغرزة اللي برة واشبكهم في بعض. هكمل بقى انا الباقي ده مع بعض، عشان انا مش عايزه اطول عليكم الفيديو ده قوي، عشان هيبقى درس وطويل يعني كبير، فمش عايزاه يبقى طويل معاكم، فهكمله واوريه لكم. طب انا هنا شبكت اول مربعين، انا عايزه اروح اشبك المربع الثالث فيهم بقى، فانا اوريدي موجوده في الزاويه دي، فانا بدل ما انا اقطع الخيط انا همشي جوه الشغل لغايه ما اوصل للزاوية الناحية التانية. طبعا عشان انا شغالة بنفس نوع الخيط ونفس اللون، الموضوع بالنسبة لي مش هيبان، وحتى يبقى تثبيت للغرز بتاعتي هبقى ضامنة ان الخيط بتاعي ما يفكش. فانا همشي جوه الخيط، خلي بالكم بس ما تشدش منكم، اللي عايز يقطع ويروح للزاوية التانية هو حر، يعني ليكو مطلق الحرية فيها برضو، بس اهم حاجة ما تشدوش الخيط. انا عشان ما اقطعش واعمل عقد واوصل وكده ويتفك مني، بمشي جوه اهو بالراحة اهو، انا بمشي جوه الغرز. على فكرة طريقة التشبيك دي ما بتسحبش خيط، عشان لو خايفين مثلا انها تسحب مننا خيط وكده هتهدر في الخيط، لا طريقة التشبيك دي ما بتسحبش خيط خالص، فما تشيلوش الهم يعني انها هتاخد منكم خيط، اهم حاجة بس بوسع على نفسي كده علشان ايه ما بقاش شادة الخيط بتاعي يعني. انا هنا وصلت لغاية الزاوية اللي على الطرف، انا بشبك بقى الطروف في بعضها، تمام؟ انا وصلت اهو للزاوية اللي هي اللي هنا، تمام؟ فانا هشبك مربع تاني هنا، فانا هجيب مربع بينتهي برضو باللون الكافيه عشان ما يبقاش الموضوع ايه مرقع معايا يعني. انا حطيت المربع كده جنب المربع،
طيب انا عايزه اشبك الاتنين دول في بعض، هروح قلبه ده كده على وشه، يبقوا المربعين في وش بعض، واخد الف الشغل كده، وادي الزاويه معايا في الزاويه اهي، وابتدي اشتغل عادي، ادخل الخيط بتاعي واطلع. طريقه يا جماعه سهله جدا وسريعه جدا، انا شايفاها اسرع من التشبيك بابره الكروشيه بكتير. في ناس بتستسهل ابره الكروشيه، لا انا بصراحه استسهلت الطريقه دي اكتر يعني. تمام، هخلص برضو هقفل الجنب ده وهشبك بقى الجنب كمان التاني، يبقى انا كده شبكت اربع مربعات جنب بعض، هخلصهم واوريهم لكم. انا هنا خلصت تشبيك الاربع مربعات، هما مش باينين قوي جوه الكادر اهو، واحد اتنين تلاتة اربعة. تمام، طبعا عشان المقاس كبير يعني ما شاء الله يعني، ده انا هعتبره الجزء اللي هو اول جزء تحت اللي هو ده، الجزء ده انا عاملاه اللي هو ده عشان اوريكم الفكرة دي هنا هعملها ازاي، وبعد كده اللي تحت بقى هشبكه بنفس الطريقة مربعات عادية خالص، يعني هرص بس مربعات تحت بعض. تمام، بنفس طريقة التشبيك اللي انا وريتها لكم. تمام، فانا هوريكم الفكرة اللي فوق هعملها ازاي، اللي هي فكرة الجزء اللي هيدي على هيرمي على الكتف ده. تمام، فانا هنا عندي هحط مربعين هنا اهو. تمام، هشبك المربعين دول في الجزء ده، في المربع ده، المربع ده في المربع ده، وده في ده، والمربعين دول في بعض. تمام اهو، ادي ده المنظر ده كده، وبعدين هاجي هنا اشبك المربع ده برضو هنا، وده برضو هنا، المربعين دول في بعض والمربعين دول في بعض. بس المفروض ان انا اشبك المربع ده في ده، لا انا مش هشبك الاتنين دول في بعض بقى، انا هاجي عند الزاوية هنا مش هشبكهم في بعض. تمام، انا هسيب دي مفتوحة عشان هو الجزء ده اللي هيفتح معايا كده ويديني السبعة وينزل عند الصدر، يعني ينزل على الكتاف، فاهمين قصدي ايه؟ الجزء ده اللي هيفتح معايا كده هيبقى مديني سبعة صغيرة كده، مع طبعا المربع اللي فوق كمان هيبقى فيه فوق كمان مربع هيديني الفتحة بتاعة الصدر. تمام، مع اللبس هتبان، يعني هي مش هتبان كده في الصورة يعني، لكن هي دي الفكرة، ان انا هشبك الاتنين دول في بعض ودول في بعض ودول مع بعض، ما عدا يعني هشبك اتنين واتنين واسيب الاتنين دول من النص مفتوحين. تمام، هنبتدي اهو اول مربع عشان ما تتلخبطوش، عشان انا حاسه ان انا بلخبطكم. انا هاجي هنا هشبك المربع اللي هنا ده اللي في النص، عايزين نشبك اللي في النص ماشي، عايزين نشبك اللي في الطرف ماشي، انا كده الخيط معايا اهو في الطرف، عايزين نشبك المربع اللي في الطرف ده مفيش مشكله، تعالوا نشبكه، ادي المربع اهو، انا حاطه المربع رسمه الرسمه قدامي وحطاه، ادي الوش وادي الوش، هروح قلبه الوش على الوش والزاويه على الزاويه، واخد الزاويتين اشتغلهم مع بعض. انا كل ده بنفس الخيط والابره، ما غيرتش حاجه على فكره، على فكره مش بتاخد خيط خالص، الطريقه دي مش بتاخد خيط خالص اهي، قلبت الوش على الوش والزاويه على الزاويه، وهبتدي اشتغل، هروح للزاويه هنا اهو، هدخل بس جوه الزاويه، ادي الزاويه بتاعتي اهي، وادي الزاويه التانيه اهي، وهدخل في الزاويتين مع بعض، وهرجع ادخل فيهم تاني كمان مره، وبعدين هبتدي اشبك بالطريقه بتاعتي اللي انا قلت لكم عليها، هخلصها واوريها لكم. انا هنا شبكت المربع الاولاني، على فكره انتوا لو عايزين تغيروا الموديل يبقى مثلا كات زي كده فيبقى كده مثلا، والناحيه التانية كات برضو، يعني ممكن ليه كذا طريقه يعني، اللي عايز يعملها طبعا هنا واسع قوي، بس يعني ممكن تبقى اصغر من كده طبعا يعني، بس اقصد ان مش لازم الموديل ده، بس انا حابه الموديل ده يعني.
تمام، انا شبكت هنا مربع في المربع، انا عايزه اشبك ده كمان في ده، تمام؟ فانا عايزه اشبك ده بقى كده وكده، تمام كده. فانا عندي اهو، انا بنفس الفتله اللي انا اشتغلت بيها في الاول على فكره، شوفوا شبكت بيها كام مربع، حوالي داخله في ست يعني سادس مربع اهو، ادي الزاويه مع الزاويه، فانا عندي المربع اهو ده وشه، هروح قلبه المربع، انا عايزه اشبكه الاول في المربع اللي تحت، في المربع اللي تحتيه، هروح قلبه المربع كده، تمام، وهاجي عند الزاويه هنا اهي، الخيط بتاعي اهو، هدخل من الزاويه للزاويه اهو، وهرجع ادخل فيها كمان مره اهي، خلي بالكوا بس ما نشدش علشان ما احنا كل ده ماشيينه متصل، عشان ايه؟ بصوا التشبيك مش باين ازاي، يعني بصوا حلاوه الطريقه دي في التشبيك، ان التشبيك مش باين خالص اهو من جوه اهو، وفي نفس الوقت مديني ملو للمساحه، يعني انا مش عايزه الموضوع يبقى باين مفرغ قوي، فدي دي الحلو في طريقه التشبيك دي. هبتدي بقى اشبك تاني الجنب ده برضو، هشبكه مع نفسي كده وبعدين ارجع اوريه لكم، هنشبك بقى بعد كده هنرفع ده ونشبك الاتنين دول في بعض، تمام؟ سهل جدا على فكره. انا هنا شبكت تاني مربع، لسه ما شبكتش الاتنين دول في بعض، انا الخيط بتاعي وصل لهنا، انا عايزه اشبك المربعين اللي هنا كمان، تمام؟ وبعدين ارجع اشبك ده بقى بالطول، اشبك ده بالطول، وابقى ارجع اشبك اللي هنا بالطول، ما دام الخيط معايا وصل للناحيه دي انا بشوف انا ماشيه فين وبعمله، يعني الموضوع مش ما هوش كيمياء يعني. فانا هثبت المربع ده كمان ما دام الخيط بتاعي وصل لهنا، خدوا بالكم من حاجه، انا هثبت ده في ده، لكن لما اجي اثبت الاثنين دول في بعض هثبت الاثنين دول لوحدهم والاثنين دول لوحدهم، ومش هثبت الاثنين دول مع بعض، مش هشبكهم مع بعض، هسيب الاثنين دول مفتوحين، تمام؟ هشبك المربع ده، انا وصلت له هنا اهو، فهقلب الشغل واوصل زي ما اتفقنا من الزاويه للزاويه. موضوع تافه جدا، هتقعدني كل مربع اقول لكم موضوع تافه تافه تافه. انا هنا عملت شبكت ثلاث مربعات، ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة، هشبك المربع الرابع، تمام؟ هحطه هنا كده وبعدين هقلبه وبعدين اشبكهم الاتنين في بعض، تمام؟ وبعد كده انا هشبك اهو، يبقى عندي المربع الرابع هنا، لسه الصدر فيه كمان مربعين فوق، انا هشبك الاتنين اللي فوق بعض وبعدين اشبك بقى الاتنين دول بالطول، يعني انا كده عايزه اشبك الاثنين دول بالطول، انا ممكن بعد ما اخلص ده اشبك ده بالطول وبعدين اطلع اشبك المربعين اللي فوقيهم، فانا هشبك هنا مربعين وهنا مربعين فوقيهم كمان، بس تاني هعيد اهو، مش هشبك الاثنين دول مع بعض، دول هيبقوا نازلين كده، هيعملوا هينزلوا على الكتف كده ويعملوا لي السبعه بتاعت دي، وانا بقيس بعد كده دي طلعت كبيره، يعني احتمال كبير دي تطلع كبيره، هقفل مثلا من جوه شويه فيبقى ايه، يعني هتصغر الفي، الموضوع في ايدي على فكره جدا، يعني مش ان انا هعمل الحاجه وخلاص هتبوظ مني، لا التحكم فيها سهل جدا. فانا هشبك المربع الرابع بعدين نشوف هنشبك انهي اتجاه بعد كده. طب انا هنا شبكت رابع مربع، تمام، انا عايزه بقى اطلع للمربع اللي فوق، فانا ممكن يا اما اقطع الخيط يا اما امشي لغايه فوق، انا عايزه على قد ما اقدر ما اقطعش الخيط، يعني ما اوصلش، تمام؟ خلي بالكم ان ده كله هيتكوي في الاخر، لازم عشان يتفرد او يتعمل له بلوكنج، فيعني يبقى مفروض معايا، فانا بدل مش عايزه اقطع الخيط على قد ما اقدر، فانا همشي على فكره، انا غيرت الفتله، يعني دي اول مره اغيرها، يعني دي تاني، يعني تعتبر دي تاني مره اخد خيط، فمش واخد خيط خالص، فانا ممكن امشي لحد فوق واخد المربع اللي فوق كمان معايا بالمره، تمام؟ وبعد كده اشبك بقى الاثنين دول، عايزين نرجع ونشبك الاثنين دول، نرجع ونشبكهم مع بعض، مفيش مشكله اهو. انا هنا شبكه عشان اوريكم تاني انا عملت ايه، شبكت تحت اربع مربعات وفوق اربع مربعات، الاربع مربعات اللي فوق طايرين في الهواء، يا دوبك مشبوكين في اللي تحت، فانا هشبك، هروح دلوقتي بالخيط همشي لحد هنا لحد النص واشبك المربعين دول في بعض، تمام؟ عشان يبقى انا خلصت منهم، ويبقى المربعين دول فاضلين يتشبكوا مع بعض، وزي ما قلت هسيب المربعين اللي في النص من غير تشبيك. فانا اهو الخيط معايا اهو، فانا همشي لغايه ما اوصل لهنا
كل ده بيبقى تثبيت للشغل على فكرة، كون ان الخيط ماشي جوه ده دي حاجة كويسة جدا، انه ده تثبيت للشغل. فانا هخلصها واشبك الجنبين دول، يعني اشبك المربعين دول في بعض واوريها لكم. انا هنا خلصت الجنب ده، شبكت المربعين دول في بعض اهو، خلي بالكم الخيط هنا شد مني شوية، فانا ايه خلي بالكم ان الخيط لما هنمشي جواه ما يشدش مننا، يعني نرجع نرخيه تاني كده تمام، او لو هيشد نقطع ونشتغل مربع مربع، يعني ايه علشان ما يشدش مننا يبقى شكله مش حلو. انا هنا الخيط معايا فوق اهو، فانا عشان ما اقطعش انا هركب، انا عايزه اعمل مربعين كمان فوق، يبقى انا الصدر عندي الجزء المفتوح فيه مربعين وفوقهم مربعين تمام، والناحية التانية زيها مربعين وفوقهم مربعين، وبعدين الطول بقى هيبقى من تحت، هنزل بعد كده بقى اعمل الطول اللي انا عايزاه من تحت. فانا بما اني فوق هعمل مربعين كمان، هشبك مربع هنا ومربع هنا وارجع اشبكهم في بعض، هيبقى معايا هنا اربع مربعات تمام. ادي واحد اهو، ممكن برضو اخلي بقى فوق واحد احمر وواحد كافيه تمام، اربع مربعات. طبعا هنا هنا ده الجزء بتاع الصدر ده هيبقى كبير جدا، فانا اكيد هحتاج، انا بعد الخطوة دي ممكن هقيس يا جماعة، او في الاخر خالص بقى وانا بقيس يعني، او لو ليا او لحد تاني هبتدي اقفل بقى الجزء لحد ما انا عايزاه، ممكن يتقفل كده مثلا فتبقى دي السبعة بتاعته، يعني زي ما احنا عايزين بقى هنقفل الجزء زي ما احنا عايزينه، بس هي الفكرة ان احنا ما بنقفلش من البداية، بنشوف احنا محتاجينها شكلها ايه. فانا هشبك المربعين اللي فوق بنفس الطريقة واشبك بقى زيهم الناحية التانية، وبعدين اوريها لكم. انا هنا شبكت المربع التاني اللي فوق، وبعدين هشبك بقى المربع اللي هنا تمام. فكده هعمل، يبقى انا عملت هنا في الجنب ده اربع مربعات، ادي الاربعة الاساسيين بتوعي اللي كانوا تحت، وبعدين شبكت هنا اربع مربعات، وهاجي بقى على الناحية اللي هنا اشبك كمان مربعين فوق، وبعدين اشبك بقى كل ده بالطول تمام. انا هشبك هنا المربع الرابع اهو، هحطه كده تمام، وبعدين هقلبه كده على وشه، وبعدين ابتدي اشبك من ورا زي ما انا بشبك، هخلصه واوريها لكم. انا هنا شبكت المربع اللي فوق، انا عايزه اوصل بقى هنا تاني، ارجع تاني اشبك المربعين دول في بعض. انا كده ماشيه قسم قسم، بقى انا كده خلصت الجزء ده. برضو المربعات هنا على حسب الجسم وحسب حجم المربع، انا هنا عامله حجم المربع بما يتناسب مع المقاس اللي انا عايزاه، لو المربع اصغر ممكن ما تاخدش، يعني ما تاخدش كل ده، ما تاخدش اربعه مثلا، ممكن تاخد مربعين، لو المربع اكبر قصدي ممكن تاخد مربعين بس، لو المربع اصغر ممكن تاخد ثلاث ادوار فوق بعض، فدي على حسب الجسم. انا هاخد من هنا لما هاجي اقفل بقى الباط هاخد تقريبا مربع ونص تمام، انا عايزه الباط كبير شويه يعني، او عايزاه واسع لانه هيبقى كتف ساقط كده يعني، ده انتوا فاهمين هيجي كده يبقى نازل ايه، يدي هو ده المنظر بتاع الكتف، مش عارفه اوصفها لكم ازاي، هحاول احط لكم الصوره بتاعه الموديل في الفيديو، هو ليه صوره دي اللي انا بنفذ زيها يعني. انا هنا واقفه في الحته دي، انا عايزه امشي بقى لهنا واقفل الناحيه دي، وابقى انا هنا خلصت اربع مربعات، ابتدي اجي الناحيه التانيه بقى اللي زيها واعمل كمان الاربع مربعات. انا بس مش عايزه اطول عليكم الفيديو عشان ما يبقاش الفيديو طويل والناس تتضايق مني يعني. فانا عملت اتنين، هعمل اتنين فوقهم واشبك بقى كل دول في بعض، بس هاجي في الاخر مش هشبك دول في بعض، انا هسيبهم كده لحد ما اشوف المقاس اللي انا عايزاه، غالبا هيبقى تشبيك كده واسيب السبعه دي كده مفتوحه يعني. وبعد كده هبتدي بقى اعمل من تحت الطول اللي انا عايزاه. هنا انا عملت لكم الجزء ده، وبعد كده انا هشبك بقى براحتي الجزء اللي انا عايزاه، وده هيبقى الوش، وهعمل زيه الظهر، وبعد ما اخلص هشبك من الجناب. انا برضو ماشيه معاكم خطوه بخطوه، هحاول اعمل الفيديو ده على قد ما اقدر اوضح لكم فيه الطريقه تمام. هخلص الجزء ده وهخلص الجزء ده واوريهم لكم. انا هنا خلصت تثبيت او تشبيك الجزء الاولاني،
اللي هو اللي قدام زي ما انتوا شايفين. مش شايفين السبعة عاملة ازاي على فكرة؟ دي لما انا يعني اكتشفت انها لما تطلع على الكتف، يعني لما دي تشبك دي هتبقى في الكتف، هتبقى السبعة هتترفع، يعني مش هتبقى واسعة قوي ولا حاجة، برضو هنشوفها في الاخر. تمام، انا كده شبكت زي ما انا قلت 4 مربعات، وادي 4 مربعات في جنب، يعني فوق المربعين دول 4 مربعات كمان، يعني كأني مشبكة 6 مربعات و6 مربعات ومشبوكين من النص. تمام، انا هعمل كمان قطعة اختي دي بالظبط للظهر عشان اوريكم هنشبك الاتنين في بعض ازاي، وبعدين ابتدي اكمل انا بقى الجزء اللي تحت ده، ان احنا اللي هو بتاع الطول بتاعي اللي انا عايزاه. فالطول ده في ايديكم، يعني ممكن تعملوه الطول زي ما انتوا عايزينه، انا بعملها دريس قصير، ف هنشوف هتطلع مع بعض شكلها ايه. تمام.